بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معانا ديكلابرو اي دي اقراص ممتد المفعول، فهو مسكن قوي ويستخدم لحالات الالتهابات المفاصل الحادة بما في ذلك النقرس والتهابات المفاصل المزمنة وخصوصا التهاب المفاصل الروماتويدي وآلام والتهاب العمود الفقري والفقرات وأمراض الروماتيزم الالتهابية وحالات التهابات الأنسجة الرخوة والتورم والالتهابات بعد الجراحة والإصابات. الجرعة حسب إرشادات الطبيب. العبوة 20 قرص مبتدئ المفعول، سعر الشريط 36 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.